السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نكملوا دروس ديالنا. مرحبا بكم في موقع www.edicor.com. غادي نشوفوا هاد الدرس، غادي نشوفوا ستريكتشر ديال الالغوريثم، يعني البنية كي غادي نديرو نكتبو الالغوريثم، والبنية منش كيتكون الالغوريثم، يعني ما كتجيش وكتبقى تكتب كيف ما وريتكم في الدرس السابق تاع البرنامج مبرمجو لغة السي اللي وريتها لكم قبيلة. هادو بيزنس ستريكسيون، هادوك ما كيكتبوش هكاك، راه كاين المناطق، كل منطقة وعندها سمية. المنطقة ديال لونتي، ديكلاراسيون، لوكور، هادوك المنطقة خصهم نعرفوهم. كل منطقة غادي نعرفوها ونعرفو الدور ديالها. المهم في الألغوريتم، كاين الألغوريتم استركتوري اون تخوا بارتي، يعني الألغوريتم كنبغيو نكتبوها عندنا تروا ديال لي بارتي اسونسييل في ان ألغوريتم. عندنا اول بارتي هي لونتيك، هي الراس ديال الالغوريثم، يعني انت مثلا غادي تجي غادي تكتب واحد الالغوريثم، خصك ضروري تعطي واحد الاسم، هذاك هو تاعي ايدونتيفي. راه كاين واحد خطأ هنا، اي ماشي مشكل، بيرمي ايدونتيفي الالغوريثم، يعني قبل ما تبدا الالغوريثم خصك تسميه، سمي اي سمية اختيارية. غير هو يفضل انك مثلا كنتي غادي تكتب واحد البرنامج كيقوم بعملية الجمع، سميه صوم. كنتي غادي دير واحد البرنامج كيدير لك لاموين، سميه موين، من الافضل. بغيتي سميه تاع عبد القادر سميه، ما خاصها هو. هذه منطقة لونطيط كنسميو فيها البرنامج ديالنا، يعني كنسميو فيها الالغوريثم. المنطقة الثانية منطقة ديال الديكلاراسيون، يعني الإعلانات، كتقوم بعملية ديكلاراسيون ديال دي فاريابل ولا دي كونستونت، هادشي غادي نشوفو، ولا لي طابلو. يعني هاد المنطقة ديال الديكلاراسيون كتكون أسفل لونطيط مباشرة، هاديك المنطقة كنقومو شكولو بالإعلان على المتغيرات والتشوابيت والجداول. يعني بحال اللي جينا نشوفو، بحال اللي جينا نشوفو، نعطيكم مثال باش تزيدو تفهمو علاش هاد الديكلاراسيون كاينة. بحال مثلا عندك شي شخص كتعرفو سميتو سميتو عبد القادر سميتو عبد القادر، مايمكنش تايا تجي هداك عبد القادر منسوب لهداك الشخص، يعني مايمكنش يكون عند عبد القادر والشخص مكاينش. فهمتو شنو بغيت نوصل ليكم؟ يعني ضروري ان باش انا نكون كنعرف شي شخص سميتو عبد القادر، ضروري داك الشخص يكون متوفر، يعني مايمكنش شي حاجة مكاينش هداك الشخص في الوجود وتايا سميتي عبد القادر، حيت هو ما كاينش اصلا. شي بغيت نوصل لكم، يعني كدير واحد الاعلان، اعلان على واحد الشيء جديد، كتحطو في ميموار ديال البيسي، يعني كتفتح واحد المنطقه جديده في ميموار البيسي، كتقول له هذا فاريابل غادي نحط فيه ابخي، ماشي دابا ابخي، غادي نحط فيه واحد القائمه معينه انا كنختارها، ولا كيحطها المستعمل، ولا كيحطها اي شخص. المهم هذاك منطقه خاصه بالاعلانات، كنعلنوا عليها على واحد الاشياء احنا كنحتاجوها ابري، يعني بحال قلتو كنجيبو الشخص وعاد ابري كنسميوه ولا كنعطيوه قيمه. كنتمنى تكونوا فهمتوها، رغم المهم تفهموها ابري في لي زيكزامبل. نكملوا تروازيام بارتي في ستريكتشر ديال ان الالغوريثم هو لوكور كيكون ما بين دو مو اسونسييل، كاين ديبي وفان. هادو كتبدا بديبي وكتسالي فا، يعني ديبي لي زانستركسيون، يعني البداية ديال الأوامر، كتسالي فا ديال لي زانستركسيون هما الأوامر. ديبي وفا ولي بقا كتكتب وسط لي زانستركسيون. هادشي غنشوفو في لي زيكزومبل. المهم هاد تروا بارتي خصكم تكونو عارفينهم، لونتيت، ديكلاراسيون، لو كور، سيتو. شكرا تكونو فهمتو الدرس، فهمتو المعنى ديال هاد لا ستركتور، تفهمو هاد تخوا بارتي. لكن وسر الدرس، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.